حبيت أعملكم هالزيارة تكون بيناتكم وشوف كل واحد منكم وشوف طلباتكم يلي أوريدي عم توصلي وأتأكد من جهوزيتكم وطمنكم إنه الحكومة ونحن كلنا معكم. أنا أول شيء بدي هنيكم وقلكم يعطيكم ألف عافية على الجهود الكبيرة والجبارة يلي عم تقوموا فيها بخدمة وطنكم ومجتمعكم وبيئتكم لتحمونا من الحرائق اللي أكلت الغابات، والحرائق يلي مستمرة وكانت قوية خصوصا بالفترة الأخيرة. أنا بقولكم يعطيكم العافية على الجهد اللي عملتوه من بيت مري للجنوب لعكار ومؤخرا ببشيمون يلي كمان في أحد رفاقكم أصيب بالحروق. نحن بنقول له الحمد لله على السلامة، ونحن كثير بنأكد على كل واحد منكم ومنعرف تضحياتكم يلي كثير 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 كبيرة. من باب التضحيات يلي عم تقدموها بيصير واجب علينا وحق لكم أنه نحن نأمن لكم احتياجاتكم وجهوزيتكم ونأمن لكم حاجاتكم من الآليات والحاجيات اللوجستية يلي أنا بعرف أنه العميد خطار المدير العام مش عم يقصر وعم يعمل كل شيء بيقدر عليه، ونحن حده برجع بأكد أنه نحن حده تحت يوصل ويأمن لهيدا الجهاز التجهيزات والمحروقات واللوجستيات. ونحن كل شيء بيطلبه العميد خطار من بهذا الموضوع نحن معه، والعميد بيعرف انه نحن معه لانه نحن بهمنا هالجهاز يستمر بالعمل لانه هو حلقه كثير مهمه بخلاص الوطن من كل الازمات يلي هو عم يعاني منها. بقولكم يعطيكم العافيه، انتم الرجال والصبايا اكيد، انتم الابطال يلي انتم حد شعبكم عم تحموا الوطن وعم تحموا كل سنوات الوطن اللي نحن متغنى فيها. بالنسبة لموضوع حقوقكم وحقوق المتطوعين، انتم بتعرفوا انا من وقت التقيت منذ تولي الوزارة وفد من المتطوعين اكدت لهم لاني حسيت بحاجتهم، لانه حسيت بحقهم، حسيت انه عندهم حق، اكدت لهم بصدق وهن لمسوا هيدا الموضوع انه انا بالفعل عم قوم بكل الخطوات وبسرعة كتير لحتى يوصلوا لحقهم. هيدا قانون التطوع يلي له 7 سنين لازم يتطبق وحلو يتطبق اكيد. فقام رئيس الجمهورية هو مع انه كل لبناني وكل متطوع وكل حدا بدفاع المدني يوصل لحقه. دولة رئيس مجلس النواب يلي هو كان وراء القانون اكيد بهمه كتير انه هيدا القانون يتطبق وانه تجرى المبارطة المحصورة لوصول المتطوعين الى حقهم الطبيعي وحقهم القانوني بالتثبيت. دولة رئيس الحكومة يلي هو متابعنا بكل عمل واللي هو مبارك جهودنا وجهودي انا بالذات بالعمل بالحكومة وبالموضوع يلي انا عم قوم فيه بالنسبة لتثبيتكم. من اول ما خبرته بالموضوع اكد على استعداده التام بعلاقاته بسياسته وعلى وبوجوده على رأس الحكومة انه يكون ورانا وايده معنا حتى يوصلوا المتطوعين لحقوقهم بالتثبيت. نحن طلبنا من عميد خطار لائحة سداد بالمتطوعين، هيدا الموضوع عنا. نحن عم نحضر اللجان يلي هي بدها تقوم بالمباراة المحصورة، اللجنة الكبيرة، مرشحين الدفاع المدني، العميد خطار عطانا إياهم، ونحن بصدد إنه نحضر لجنة الضباط اللي هن من قوى الأمن. وأنا بقلكن إنه بمطلع الأسبوع المقبل بتكون اللجنة موجودة لإجراء المباراة المحصورة بمعايير عادلة تحترم الأقدمية والخدمة بالدفاع المدني والجهوزية البدنية وكل الأمور. ونحن منأكد بهذا الإطار أنه بهذه المباراة رح نراعي التضحيات ورح نراعي ضرورة أنه كل واحد يوصل لحقه، كل واحد يوصل لحقه. لما كل واحد بيوصل لحقه بناخذ بعين الاعتبار التضحيات اللي قاموا فيها عناصر ومتطوعين الدفاع المدني
من راعي كل واحد منهم بظروفه الصحية وبظروف خدمته وبالوقت اللي قضاه بالخدمة، الكل بيكون مرتاح ونحن بنكون عملنا الوعد يلي أنا وعدتهم فيه إنه يوصلوا لحقوقهم. فإذا نحن على تنسيق كامل مع المدير العام بالنسبة لحاجات الدفاع المدني، نحن حدوا بالنسبة لتجهيزات الدفاع المدني، أنا معكم وبيناتكم لحتى توصلوا للتثبيت يلي قلت لكم هو أنا أخذته على عاتقي وهو مشروعي وأنا رح أعمله كثير قريبا. حتى الاعتمادات يلي اوريدي مأمن جزء منها وتأخرت المباراة حيتأمن الجزء الباقي، أنا قلت إنه رح باشر بالمباراة ورح أنا خليكم ووصلكم للتثبيت وخلي الكل يتحمل مسؤوليته. إلا إنه أنا سررت إنه حتى المعنيين بالجهاز المالي بالدولة هن وعدوني بتأمين باقي الاعتماد وسريعا. أنا أطمنكم إنه الموضوع اللي أخذته على عاتقي نجح وإنه المتطوعين رح ينالوا حقوقهم. أنتوا أبطال، أنتوا عم تحموا البلد، البلد بحاجة إلكم، البيئة بحاجة إلكم، غاباتنا بحاجة إلكم. تضحياتكم كبيرة، تضحياتكم يلي عم تعاني الغابات مثل ما عم تعانقها خراطيمكم يلي هي خراطيم الحياة يلي عم تردوا الحياة لبيئتنا. نحن معكم، شجاعتكم كبيرة، عزمكم كبير، بالعزم وبالإرادة وبالسواعد نحمي الوطن ومنرد الأمل لكل المواطنين قدام تضحياتكم الكبيرة يلي عم تنقذوا فيها البيئة وعم تنقذوا فيها الممتلكات والأهم عم تنقذوا فيها الأرواح. ما بيعود في شيء حكى بالسياسي، لأنه السياسة هي أنتو، السياسة هي مصالحكم، السياسة هي محبتكم. وأكثر شيء نحن فينا نعمله أنه نحبكم ونأمنكم حقوقكم ويعطيكم ألف ألف عافية. مرسي. طب بس بس